لا تعلن كونفور، ولكن التسممات الغذائيه راح يكون عندها ان تابلو كومبلي من الام في البطن مصحوبه دائما باما تقيؤ او رغبه في التقيؤ، مصحوبه كذلك باسهال. في بعض الحالات راح يكون عندنا ارتفاع شديد في الحمى، راح يكون مصاحب بالام في الراس. يعني هذا لو تابلو كامل راح يخلينا نشكو دائما في اون توكسي انفيكسيون اليمونتير، يعني تسمم غذائي. هنا كما راكم تشوفوا بعض الاغذيه اللي احتمال كبير انها تعمل لنا تسمم غذائي، اذا كانت بيان سور يعني اون با ريسبكتي يعني بعض التعليمات راح نشوفوهم يعني بعد قليل، ولا يكونوا يعني هما ما راهمش ملاح، لي كونديسيون تاعهم ما راهمش ملاح، كما مثلا اللحوم بشكل كبير تسبب لنا مشاكل تاع التسممات الغذائيه. البيض كذلك خاصه في فصل الصيف كيكون معرض للحراره، راح يكون عندنا كذلك الحليب، الياغورت ولا اللبن، الجبن، وعندنا الاجبان يعني بانواعها، خاصه المواد اللي تكون صناعيه، يعني لي برودوي دو كونسيرف مثلا كما الاجبان، كما الياغورت، كما بعض انواع الطماطم. وعندنا كذلك لي باتيسري اللي تكثر بزاف فيهم لي توكسي انفيكسيون اليمونتير، لانهم مخدومين يعني سواء بالحليب ولا البيض، يعني هاد المكونات كامل اللي حكينا عليهم يدخلوا في تكوين هاد الاخيره. فبالتالي اذا شريناهم من اماكن نشبوها انفاديغ ولا تعرضوا بشكل كبير لارتفاع درجه الحراره، مثلا شريناهم ونسيناهم في طوموبيل، تعرضوا للشمس، نسينا ما دخلناهمش داخل لو فريغو، فراح في هاد الحاله هاد المكونات يفسدوا، راح يكونوا كما نقولوا باش لازم نفهموا لو ميكانيزم تاع لا توكسي انفيكسيون اليمونتير، يعني الغذاء يكون بشكل عادي ولكن كي يتعرض لدرجه حراره مرتفعه راح يسمح بتكاثر البكتيريا والجراثيم اللي تكون على مستواها. فبالتالي هاي كيفاش ابوبخي تصرى لا توكسي انفيكسيون اليمونتير.